خدمة عامة يطلع راتب تقاعد الملكيات. إنه مش أربعة وتشريعات، يعني في بعض المحافظات مثلاً بالديوانية بالكوت أعتقد ما تشوف محافظة يا بالنسان هم مع المجلس البلدي في توزيع النفط والغاز إنه راتب تقاعد 1.5 مليون بالشهر كل عمرهم. هاي طبعاً أنا تخليني أنا أشعر إذا أنا لا موظف لا ماخذ راتب مثلاً مقهد سياسي لا عندي راتب ما المهتم لا عندي راتب ما المجلس المحافظة لا راتب معي اسمع شو اسوي؟ اروح اشتغل يا ابو تعال سيد حسين عندك شغله اجيبها شرطك وبرقتين اسوي لك اياها هاي الخمسه اوراق اسوي لك اياها تعال اعطيني كذا مبلغ اتوسط لك بلكي اصير مدير عام اصير كذا يعني صار الفساد صار الفساد حقيقه مفروض اضف الى ذلك الان من تجي يعني تشغل تقول لك يابا هاي رشوه ولا مو رشوه؟ الشرع يضرب الرشوه على الرشوه فقط في القضاء هذه من تجيك اوضاع الان اذا نقرا تاريخ ايطاليا شلون اجى موسوليني للحكم؟ لان كانت ديمقراطيه هشه اكو اساس ديمقراطيه بس القرار يعني لما يصدر الخدمه العامه ما يتنفذ لاحظ شلون هسه احنا برلمان اجتمع راسا صوتوا لمن؟ راسا صوتوا للنواب المصالح لكنه لما يريدون يصوتون لخدمة المواطن يروح جرب وعامل لو يصدر لو ما يصدر الآن لا لا الآن إيش قد النجف مثلا مو بس بالنجف يتم النصار إذا ما يتم النصار ما يتم النصار النواب بناء على العلم ما تستقون يعني بس واحد اخذ 150000 واحد اخذ 40 مليون دكتور شوف القضية ساكتين يعني انا عراقي ما اعرف يبسطوهم يعني عراقي بس انا عراقي حق المواطن هسه انت حضرتك اذا مسافر بطياره وولدت زوجتك بطياره على سماء فرنسا تجي زوجتك تقول لك ياخذ الجنسيه الفرنسيه ولا حقوق الان في ايران الان في ايران مثلا في الخليج الموجوده ما اكو رواتب بس شو اكو مبلغ انت كل شهر تستلم مبلغ مدة اليوم عشان ايش اروح ادور راتب رعايه دولار طلب جماعي وتتوزع يا عمو دخلوا في ضغط الطعام اكو ساعد يعني يصير في مشكله عن طبقتين انا واقف طبقت وانا واقف شيء استاذ حيدر اذا اريد يمارس يعني عمله الان بشكل اضف الى هذا السياسي العراقي واضح السياسي العراقي يسيء الظن ويسيء الظن بالمجتمع العراقي عندهم المجتمع العراقي عمان ملك فيصل لما كتب المذكره مالته حول المجتمع